أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسمع كثيرا عن الزهد والورع ولكن لا أعرف الفرق بينهما، وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي وكيف نكون زهادا ورعين ولكن بما يوافق مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. الزهد هو ترك الفضول مما لا تحتاج إليه في حياتك، ما لا تحتاج إليه في حياتك فإنك تتركه، وأما ما تحتاج إليه فليس الزهد إنك تترك ما تحتاج إليه وما يغنيك عن الناس، بل إنك تتخذ أو تكتسب ما يغنيك عن الناس، وأما ما زاد عن حاجتك وعنه فتركه هو الزهد، ترك الفضول، فضول يعني الأشياء الزائدة، هذا من الزهد. وكذلك من الزهد ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس وأنهم يعطونك أو يهدون إليك أو لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل علق أملك بالله سبحانه وتعالى واستغني عن الناس، لأنك إذا احتجت إلى الناس استعبدوك. ولهذا يقول في الحكمة استغني عمن شئت تكون مثيلة، إذا استغنيت عنه صرت مثله، لكن إذا احتجت إليه استعبدك صرت عبد الله. يقول: امن على من شئت، امن على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. هذا نعم.